جبت على القادريه، جبت على القادريه، قال انا لمريدي حافظ لما يخافه، لاحميه من شر الامور وبلوتي. ومشى قدام، قال وناظر ما في اللوح من كل آية، كذا العرش والكرسي في طي قبضتي. ده كتاب الفيضات الربانية في المآسر والأوراد القادرية. قال أنا بشوف اللوح المحفوظ، أي حاجة مكتوبة أي آية قال أنا شايفها. قال والعرش بتاع الله، ربنا قال الرحمن على العرش استوى، والكرسي بتاع الله، ربنا قال وسع كرسي السماوات والأرض. القادرية قال العرش والكرسي بتاع الله في طي قبضتي، أنا ماسكة كده. وإذا ده ما كفر، إذا ده ما كفر تاني ما في كفر لا إبليس نقل عنه الكلام ده حسب ما جاء في القرآن والسنة أبدا. ولا فرعون قال أنا ربكم الأعلى وسكت، لكن دير قالوا قابضين الكرسي بتاع الله والعرش بتاع الله كله ماسكينه في يده، ولا ابو جهل ولا ابو لهب ولا كل المشركين الاوائل ما قالوا زي كلام الصوفيه دي. امش قدام شوف كل الطرق وكل الكتب، كل الطرق على باطل، وكل شيوخ الطرق ناشرين للشرك، ما بعض الشيوخ زي ما انا قلت هذا كلام باطل والله، لكن ما انتبهت له ابدا ولا تذكرته الا الان، لكن كل الشيوخ بتاع الصوفيه على باطل، ودعاة للكفر ودعاة للشرك بالله سبحانه وتعالى. وحتى مشكلتنا مع اللمين ده، شيخ اللمين البتاع وتشيكسي وبيبسي وسجام رماد ده، مشكلتنا معه اكبر من البيبسي والتشيكسي، اكبر من ده، اكبر من الكلام ده. الناس بتزيدوا له، بتزيدوا له تحت، وبيكون قاعد بيعمل في العالم كده مبسوط، بيسجدوا لي تحت كل عينه. ده طاغوت، طاغوت عديل، خلينا من حنه ولا محلبيه، طاغوت شيخ الامين ده. عرفت كلامي؟ بيقول والله نحن ماشيين بجاه الشيخ وماشيين بنفس الشيخ، ويقول الجاي في الايام الجايه، يعني في علم الغيب، معنى كلامه قال انا ما بعرف لكن ابوي الشيخ بيعرف. وده كفر بالله عز وجل، لأنه ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. عائلة الصوفي الدجال اسمه محمد المنتصر الإزيري ده، أنا أوريك إنه كلهم على باطل ودعاة شرك ما بعضهم. ده جابوه بيجيبوا حسن خوجلي، حسن خوجلي ذلك الرجل الضال البعيد جدا من صراط الله المستقيم، البعيد بعد شديد من الدين الصحيح الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. عنده قناة اسمها اندرمان، الله اداه قروش، أسأل الله أنه ينزع منه ويكسر راسه وينتقم منه وينجمه المجرم اللي اسمه حسين الخوجلي. الله اداه قروش، عمل قناة اندرمان وعمل إذاعة اسمها إذاعة المساء FM 101، سلمهم لمحمد المنتصر الازيري. انا بسمع قبل 4 يوم جابوا الدجال ده اللي اسمه محمد المنتصر الازيري، وبعدين ما بدوا البرنامج يتخرج مذيع ذاته ما معاه يبرطع زي ما داير، زي ما داير. فقال شو الكلام ده كيف؟ قال اذا قلت الله في السماء، قال الله ما في السماء، قال اذا قلت الله في السماء، الله قال اذا السماء انشقت اهلما تنشق الله بيتلب. والله العظيم جد كرره مرتين او ثلاث، قال لما تنشك الله بيتلب، الله بيتلب. هذا المجرم داعية الشرك، هذا الزنديق المدعو محمد المنتصر الازيري، الفاتح له حسين خوجلي وكثير من الاخوان المسلمين. اول حاجه اذا قلت الله في السماء وده باطل زي ما هو بيقول، قال الله في السماء ده ما نحن، عشان تقول لي اذا قلت، قلت في عينك، ده الله اللي قال. الله قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال زينب بنت جحش
وهي تفتخر على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من ضرائرها، قالت لهن: زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وروى أبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وروى الإمام مسلم برقم 537 من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: كانت لي جارية بين أحد والجوانية، وبينطق غلط الكلب ده، جوانية، جوانية في عينك. النووي قال: ضبطت بفتح الجيم وتشديد الواو. خلاص، كانت لي جارية ترعى غنم لي بين أحد والجوانية، قال: فاطلعت عليها ذات يوم فإذا بذيب بالياء وبالهمزة على الياء في رواية قد جاء وأخذ منها بشاة، قال: وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون، فسكتها سكة، قال الشارح يعني لطمها. فأتيت للنبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله كذا وكذا، أفأعتقها؟ لأنه ما كان ضربها، قال اعتذر، قال: أنا مكافأة لها أعتقها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أدعوها، ناديها لي. قال: فجاءت فقال لها: أين الله؟ يبقى السؤال بأين الله ده يا جماعة؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام. الصوفية بيقول لك ما يجوز تسأل أين الله، الرسول يا صوفي هو الذي قال أين الله، للمان إحنا. قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. قال الشيخ الألباني: في الحديث جواز السؤال بأين الله لأنه سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحديث أن الله في السماء لأن الجارية لما قالت في السماء أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحديث أن الذي يقول إن الله في السماء ويشهد بأن محمد رسول الله هو مؤمن لأنه أقره واعتقد بأن الله في السماء وأن هذا رسول الله، عشان كده قال لي أعتقها فإنها شنو؟ مؤمنة. أما كلمة في السماء، محمد المنتصر بليد، رأسه كله محايات ومخاتة، ما يفهم. قال: إذا قلت في السماء، السماء بتنشق، الله بتلب، يتلب فيك جمل يا كلب، ويحفظك تور، وينطحك كديس يا مجرم. خلاص، قال: إذا قلت في السماء، السماء بتنشق، يتشق قلبك يا صوفي. يعني أنت قايل الله قاعد جوا السماء، يعني السماء مخلوقة يا بليد، فكيف للمخلوق أن يحيط بالخالق؟ في السماء الله قال: أأمنتم من في السماء؟ دي أول حاجة نثبتها، الله قال كده: أأمنتم من في السماء. لكن في السماء يعني شنو؟ في يعني شنو؟ قال العلماء: في بمعنى على. في القرآن ربنا قال عن فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل. يا صوفي، يعني فرعون ده بيدخلهم جلد كده جوا جذوع النخل ولا بيفوق؟ يكونوا على الجذوع بفوق. إذا في بمعنى على، لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، أفهم؟ ربنا قال: فسيحوا في الأرض، يعني شنو؟ الآن أنتم صايحين في الأرض، ودي قال لبني إسرائيل: فسيحوا في الأرض، يعني شنو؟ خشوا جوا، ما بتموت لو خشيت جوا، وين؟ يعني على الأرض، فسيحوا على الأرض يعني. ربنا قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، يعني أسعل الأرزاق، وين؟ على ظهر الأرض. فامشوا في مناكبها، أي فامشوا على مناكبها وعلى أطراف الأرض. ففي يعني على. الثاني: أأمنتم من في السماء؟ قال العلماء: السماء بمعنى العلو، هنا بمعنى العلو، يعني الله عز وجل في العلو مش قاعد جوا السماء،
مش قاعد جوا السماء. فكل ما على فقد سما ويسمى سماء. ده الوضع كده، ودي اللغة العربية كده، وده القرآن كده. بعدين قام قال، جابوا برضو حسين خوجلي، قام قال ده محمد المنتصر أنكر له آيات من القرآن عديل كده. الله قال الرحمن على العرش استوى. الصوفي اللي اسمه محمد المنتصر الإزيري قال إذا قلت ربنا مستوي على العرش، شوفوا الله قال، يقوم يقول ده نحن قلنا، دي أول حاجة. قال إذا قلت رب، والله زي ده، ده أول امبارح الساعة 7 صباحا في إذاعة المجرم الضال حسين خوجلي، أسأل الله أن ينتقم منهم، لأنه ده زول مجرم، فتح الإذاعة لدعاة شرك ليكفروا بالله وليعلموا المسلمين الكفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه الله اداه القروش. يا رب شيل قروش حسين خوجلي وأكسر حنكه وشيل أركانه وانتقم منه يا رب العالمين. فتح له الإذاعة، قام قال إذا قلت الله مستوي على العرش، إذا قلت، لاحظ إذا قلت دي، لاحظ ليها، ما نحن قلنا. الله قال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، قال ثم في سورة الأعراف ثم استوى على العرش، وغيرها من الآيات. دي كلها أنكره حسين خوجلي محمد منتصر. ليه؟ لأنه العلماء قالوا الراضي كالفاعل، ذاك ما لو ما راضي ما كان جابه حسين خوجلي. طيب فقال لو قلت الله مستوي على العرش، قال ده معناته العرش أكبر من الله، وده باطل وده كفر بالله. يا بليد، الله قال الرحمن على العرش استوى، والعرش ما أكبر من الله، خلاص. وربنا سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. في الصلاة بتقول الله أكبر، لكن أنت ما تدخل عقلك البليد تدخله تكيف به الله وتشبه به الله وتمثل به الله وتدعي أنك تنزه الله وتسبح الله. عشان كده العلماء قالوا أي زول معطل هو مشبه. قالوا لأنه عطل أسماء الله وصفاته لأنه شبه. النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا، الرسول قال كده، ودي من الأحاديث الصحيحة اللي بنكرها الصوفية. قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك كل ليلة. الرسول قال ينزل ربنا، لكن كيف مثل شنو؟ ربنا قال ليس كمثله شيء. انت تؤمن بأن ربنا ينزل، لكن مجرد ما قلت ينزل زي نزول فلان او زي نزول علان انت ضليت. الصوفية قام شبهوا الله، عينوا للحديث ده، قالوا ربنا بينزل معناته بيشبه المخلوقين، معناته كلام الرسول كذب، فكذبوا الحديث. ليه؟ لانهم اول حاجة شبهوا الله بالمخلوق، فكان تشبيههم سببا لإنكار كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده العلماء قالوا ما من معطل إلا وهو شنو؟ مشبه. لأنه أول شيء بيتصور الله فوق السماء، يعني قدر كيف؟ يعني فوق هنا بجاي؟ لا الآية دي غلط، بيقوم بينكر بعد ذلك، لأنه هو شبه، نحن ما شبهنا. الله قال آمنتم من في السماء، نحن قلنا آمنتم من في السماء. الله قال بل يداه مبسوطتان، قلنا بل يداه مبسوطتان، لكن ما قلنا يده زي فلان، بل قلنا ربنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هم قالوا لو أثبتنا لله اليد نكون شبهنا بالمخلوق، لأن المخلوق عنده يد، عشان كده الله ما عنده يد. وقاموا عطلوا الآيات وحرفوا الأحاديث الجات في الآيات في القرآن والأحاديث التي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقام عطل صفة الاستواء وأنكر الآية صراحة، وده كفر بالله. الكلام اللي بيقوله محمد المنتصر الإزارك ده كفر بالله أكبر، يخرج من الإسلام. لكن المشكلة إنه الإعلام مفتوح له، دي المشكلة، أن إحنا ما قادرين نفهمها ونستوعبها. أنا امبارح ما مشيت لإحدى القنوات قلت لهم داير لي ساعة،
ساعة أرد على الزول ده عديل كده. قال لي اسمه ما تجيبه، والساعة بأربعة وعشرين مليون، وده بيجي مجان ساكت لابس حجبات وفجي داخل أربعة وعشرين مليون. قال والله العظيم جد تضيق على أهل الحق وفتح لأهل الباطل كل الأبواب، كل الأبواب مفتوحة لأهل الباطل، ووسائل الإعلام مفتوحة لأهل الباطل. وجماعة صار السنة ده البليد البكوري ده، صار السنة ده بتاع المركز العام محمد مصطفى، ده بتاع المركز العام، وقال المركز العام هو الأصل في الدعوة، يعمل لك يدينه كده زي بجلمبو خلاص، هو الأصل في الدعوة. طيب هو الأصل في الدعوة أعمل شنو المركز العام في الدعوة؟ في دعوة التوحيد الله أداهم غنى اسمها شنو؟ الاستجابة، وأداهم إزاعة اسمها شنو؟ البصيرة، قال صوت الحق والفضيلة، بدوا الصباح ببرنامج اسمه كوباية الشاي أو شاي الصباح، بعدين عندهم نشيد اسمه يا ضيفنا أهلا بك نزلت دارك بين أهلك، وين التوحيد؟ بعدين عندهم دعاية للشيبس، شيبس بالشطة، شيبس بالكاتشوب، شيبس بالفلفل الحار، فلفل حار في اضنينك يا أحمد مصطفى، ده توحيد؟ وتجي تكذب هنا تتكلم لك كلمتين في التوحيد عشان يدوه 500 ألف اللي كنا بنديك لها زمان يا بليد، عرفت كلامي؟ وتطفش تمشي؟ انت بجاي تقول بتكلم في التوحيد وبغادي تقول المركز العام هو الاصل في الدعوه، والمركز العام هو بيكرم الصوفيه كما كرم شيخ الطريقه السمانيه وكرم ده الصايم ديما، ده ما نفاق. انت هنا بتقول بتكلم البرعي وعاطل شنو ما عارف، هناك بتقول المركز العام ده واجب الانضمام له، والمركز العام كرم الصوفيه اهل الشرك، وانت هنا بتقول تكلم في التوحيد، ده ما نفاق، ده نفاق. بس انت بتجي محل القروش، محل العضه، محل العضه، خلي بس هذا روب اللي بيديك قروش ده يموت، نشوف بتجي تاني، عرفت كلامي؟ فهذه دي غباء وبلاده. هسه احمد عباس الذي يشبهك شبه الغراب بالغراب، ها؟ يا اخي زول له حواج بينه يا اخي، يخليهم زي الشيخ؟ ده اي غلو واي اطراء. الرسول قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. النبي قال كده. شبه بالزول ليه مركوبك ليه راسك يا بليد؟ الآن الدوق المكتب في المركز العام بقى ما فاضي يجينا ذاته، مع إنه كان في الحتة دي والله تشهد، كان بينبذ أنصار السنة بشقيهم. أها أنصار السنة صلح ولا أنت ضليت؟ ها يا أحمد عباس، أنصار السنة ضلوا اصلح ولا انت ضليت؟ وان الرزية كل الرزية ان تنكر ما كنت تعرف وان تعرف ما كنت تنكر، كما قال كما روي عن الصحابة، دي اكبر رزية واكبر بلوى، ان الزول ينافق ويتلون حسب المصلحة وحسب الجيب، اللي بيدفع له اكتر يكون تبع الباص بتاعه طوالي، وده ده دجل ودي خرافة. فللأسف لأن ربنا أداهم اموال وأداهم قنوات، ما في واحد داري مش قادر يرد، ما في واحد داري يرد على الصوفية، كلها شابكنا شيعة، شيعة وما شيعة وما شيعة، شيعة بتاع شنو يا اخي؟ ده العدو البعيد اللي هنا في السودان ما في ببح شيعة دي، عرفت كلامي؟ ان في بيكونوا ثلاثة أربعة أربعين نفر كده، لكن البلد دي كلها تصوف، والتصوف أسوأ من الشيعة، والله الصوفية أكعب من الشيعة، رضي من رضي وأبى من أبى. ليه؟ أول حاجة الشيعة بيعبدوا علي بن أبي طالب وده ولي صالح والخليفة الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل الجنة ومتزوج بنت الرسول، لكن برضه ما تجوز عبادته. أما الصوفية بيعبدوا البرعي زول وسخان، بيعبدوا اللمين ذاك، عرفت كلامي؟ زول داعية شرك وكفر بالله عز وجل، بيعبدوا عرفت كيف؟ بيعبدوا الصايم ديما، بيعبدوا الا ابعش المشمش، بيعبدوا ابعصات سيف، ودل ما عندهم اي علاقه بالولايه ولا عندهم اي علاقه، كل شيوخ الصوفيه ديل بالصراط المستقيم ولا بالصلاح، انما هم عصابه ورباطه ودعاة الى الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. قال مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لاحميك في الدنيا ويوم القيامه، لما شرك. وإن كنت في هم وغم فقل يا حسن أنجيك من كل شدتي،
ده كفر بالله، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. طيب أنا أقف لحد هنا والكلام كثير، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.